تمام يا اخوان، خلنا نروح نشوف طيورنا ونطعميها الوجبة الصباحية. طبعا زي ما شايفين كله مستعد وكله متأهب. زي ما شايفين كله مستعد للوجبة الصباحية. زي ما شايفين الدجاج اللمباغيني يوسي والديك فزاع الديك البلدي، وكمان اللي هو الدجاج التركي او الديك الرومي، وكمان الشبابي الدجاج الشبابي والبطيات الصغيرة. زي ما شايفين كله مستعد، وحتى البطيات الكبيرة اللي غاد، وحتى هان اذا بنيجي نلاحظ ها شايفين كيف بيجوا علي. كله مستعد للوجبة الصباحية ما شاء الله. شايفين كيف كله جاي ومستعد للي هو الوجبة الصباحية. وهذه مستظلة تحت البيت لأنه بدأت درجة الحرارة يعني تطلع. زي ما شايفين الشمس بدأت يعني تطلع وبدأت اللي هي تحمى. ف ان شاء الله خير. خلنا نطعميهم هيك في الصباح الباكر قبل ما ايش تشوب الدنيا. طبعا يا اخوان نصف البط كان متخبي تحت هان عند البطة اللي راقدة على البيض لانه الجو بدأ يحمحم، كانوا متخبيين هان. فحاليا متخبي الدجاج القطني او السلكي زي ما شايفين. تقريبا هان ابرد مكان، وهذه هي البطة اللي راخد على البيض، فهذا أبرد مكان. فعلى أساس هيك يعني الطيور بتيجي هان. صراحة للأمانة بدأ يحمحم الجو وبدأ اللي هو الشوب يبدأ من الصباح. طبعا هان عبيت هان موية على أساس إنه يرطب عليهم لو إشي بسيطة. فخلنا نشوف اللي هو باقي الطيور هان. زي ما شايفين صراحة يا اخوان هذه الانثى بدأت انه هي ترجع يعني تبيض، وفرجيتكم بالفيديوهات اللي فاتت على القناة الثانية وعلى القناة هذه كمان. ما شاء الله. يلا خلنا نعوض اللي مات من درجة الحرارة. الكتاكيت الشباب اللي كانوا عنا فوجين، بسم الله ما شاء الله كان عنا فوجين، نصفهم ماتوا. يعني تبقى حاليا 10 أو 11 حبة من أصل 22 حبة. فربنا يعوضنا عوض خير. تمام خلنا نشوف اللي هو إيش معانا من الحبوب أو الأعلاف اللي بدنا نقدمها لطيورنا. زي ما شايفين يعني خلطة مميزة فيها اللي هو حاجات كثيرة زي البسيلة ودوار الشمس والعويجة الذرة والذرة الصفراء والقمح والشعير البلدي، وكمان اللي هو فول حراتي. هيو فول زي ما شايفين هذا هو الفول، وفيها كمان اللي هو بسم الله ما شاء الله القمح، وكمان في علف نمرة اللي هو 2، وكمان في اللي هو كمان تبع البيض او المقويات علف بياض، يعني محوجة ومشكلة بما فيه الكفاية. خلنا نشوف، حنقدم اول حاجة لطيورنا الا وهي الحماميات. زي ما شايفين هذول الديك الرومي كبروا ما شاء الله. تمام خلنا نشوف هان الحماميات مستعدات ان هم يفطروا ما شاء الله. هذول هم خلنا نقدم لهم. خلنا نحط اللي هو لهم. طبعا نازلين بيجوا من فوق
طبعا قاعدين بنزلوا حاليا، حينزلوا كلهم. خلنا نشوف هذي، نحط لهم ها. زي ما شايفين هيبدو انهم ياكلوا. وهي الطيور نازلة بتنزل على اساس انه تاكل. خلنا نبعد، خليها تفوت. هذول كلهم قاعدوا يجوا يلحقوني. كله حياكل بالدور 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 بالدور. خلنا بس نطعم الحماميات. وفي فوق اللي هو كمان حمام على الكشفة. وفي هنا تمام. خلنا على السريع نروح نطعمي الأقفاص. ألا وهي هذه الحماميات اللي بالأقفاص. خلنا نحط له تمام الحمام اللي بالأقفاص. وبعد هيك حنروح نطعمي السمان والدجاج الصغير، وكمان اللي هو اليمام. خلنا نفتح هذا ونحط له الطعام. زي ما شايفين هيبدو انهم ياكلوا ما شاء الله. وخلنا نحط له هدول لانهم نازلين بقعوا. هيو 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 والله هيو هيو. يلا كلي. خلنا نجيب هذا اللي وقعت. تعي حجة. هاي الاكل هاي. زي ما شايفين هيبدو انهم ياكلوا ما شاء الله. اللهم زد وبارك في ذلك. صلوا على النبي يا جماعة الخير. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تمام. بعد ما طعمينا اللي هو الطيور تبعتنا، خلنا نقدم للطيور هذه. ولكن هان شمس يا اخوان، خلنا نستدرجهم للمكان الثاني ابرد شوية. خلنا ناخذهم هان لانه هان ابرد نسبيا. طبعا هاي الحمام كله نزل على ما اعتقد، بس ضايل الزوج الشبابي هذه الحبة والحبة الثانية صاروا يطيروا. فخلنا نطعميهم في المنطقة هذه جنب البركة. يلا كيلين كيلين كيلين. طبعا الارض نظيفة يا اخوان، وانا نظفتها معاكم بالفيديوهات اللي فاتت. طبعا يا اخوان لما نطعم الطيور في الصباح الباكر، الطير تبعنا يعني بسم الله بيكتسب اللي هو مناعة، وكمان بزيد في الوزن وصحته بتكون حلوة وزينة. وكمان اللي هو بتاخد حسنات انت لما تطعميهم ما شاء الله. زي ما شايفين هيبدو ان هم ياكلوا. كمان هم بدعوا لك، يعني هم بياكلوا بقعدوا يدعوا بدعوا للشخص اللي بطعميهم. يا حجة حجة يا حجة. والله ما هم هانا مسكين هالبطيخة، قشرة هالبطيخة وبياكلوا. تمام يا اخوان. طلعت معاكم افرجيكم اللي هو بعض من المشاهد اللي انا بسويها كل يوم الصباح في الصباح. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا لعجبكم، لو عجبكم اكتبوا لي تحت في التعليقات اي استفسارات اي اسئله اكتبوا لي، وان شاء الله هرد عليكم. واتمنى تعطوني لايك يا اخوان على اساس ان انا استمر في هذا المحتوى وانشركم المزيد من اللي هو الفيديوهات. بس حبايبي هيك نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفائق ابو حزين لصل كل جديد. حبايبكم وشاركوا يوم من غير ابتسامة أكثر من الصلاة على النبي. أذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا إخوان.
بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم زد وبارك في ذلك.